يا ميت اهلا وسهلا بالشباب. يا هلا يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا. خد يا عمي. ايه زين اهلا وسهلا. تفضل يا سيد كرشه. على حساب مين هالقهوه يا عشان؟ على حساب القهوه. وشو المناسبه؟ هلا ابو سليم بيحكي لكم شو المناسبه. احكي يا ابو سليم. الحقيقه يا شباب مثل ما بتعرفوا عندنا بهالمدرسه صفين، بدنا نضيف صف ثالث لانه السنه الجايه هالولاد بيكبروا حاجه نبعتهم على المناطق والجوار ويروحوا ويجوا بهالشتاء. بقى هالصف عملنا حسابه بكلف، الصف الثالث بكلف 1.5 مليون. وبتعرفوا المستوصف عندنا بالضيعه كمان ناقصوا بعض الادويه وناقصوا خزانه، والصف من فوق عم بينش بالشتاء. بقى كمان بده شويه ترميم وشويه اغراض بكلفوا حوالي 1.5 مليون. يعني المجموع حوالي 3 ملايين ليرة. إيه؟ ومنين بدكم تجيبوا هالمبلغ؟ منين؟ من التبلعات يا طيب التكليف. تبلعات؟ نعم. شكون عم تطلعوا فيني هيك؟ اوعى حدا يفكر انه ياخذ مني قرشها، قرش واحد ما بتبرع فيه انا. بقول لك يا تكليف، اذا كان انت اغنى واحد فيني لا تعطى ما تتبلع. يا فهمان؟ يعني اذا كان انا اغنى واحد عندكم هون لازم تاخذوا مصرياتي. ما حدا قال انك تدفع مصرياتك يا شكرا، ليش هيك عم تحكي؟ لكن منا بدكم تجيبوا المبلغ؟ يا سيدي بدنا نعمل حفله بالضيعه ونعزم عليه اهل المنطقه والجوار ونعمل كروتا ونبيعهم ياهن ورايح على الحفله منعمر فيه صف المدرسه والمستوصف. ايوه ساعتها كل اللي منلمهم ومنضمهم ما بيقدوا هالمطلبين والفنانين بدنا نجيبهم، لانه كل واحد بده اللي فتحه لضي. مين قال لك يا فهمان انه نحن بدنا نجيب مطربين وفنانين من برا؟ لكن من وين نعمل حفله يا ابو طليق؟ لك يا فهمان. ايوه انا من شو بشكي؟ ما انا بغني قد 10. مضبوط يا ابو نطلان. ولو انا هذا رايي انه نعمل الشغله من حواضر البيت، نحن نشتغل فيها العمليه كلها. طيب يا ابو سليم مين بده يمثل ويدير الحفله هاي؟ مين بده يديرها؟ لك نحن، انت وبعض الشباب بالضيعه. شو ناقصنا نحن؟ ايد ولا اجر يا فهمان؟ طيب يا سيدي مين بده يكتب لنا هالقصه؟ يا خيي منجيب قصه ولا ليش لنجيب قصه؟ يا خيي انا عندي فكره، بكتب قصه وبعرض عليكم. وانا بكتب قصه. وانا بكتب قصه. او انا بكتب قصه كمان. يعني هلا كل واحد بيكتب قصه من صوف عيني المضبوطه. ايوه يلا اتكلوا على الله يا اسعد. نعم دبرنا شوي تقلام وراء وجيب لنا اياهم لحتى نبلش بالتاليف. يلا ها. شو ها مشاعر عوني؟ انت فاهمني شو عم تعمل انت؟ انا عم بعمل مثلهم مثلهم؟ لك هن عم يألفوا قصة مشان الحفلة، أنت شو بدك تعمل؟ وأنا كمان عم ألف معهم. عم تألف؟ أنت ما بتعرف تقرأ وتكتب يا أمين، كيف عم تألف؟ إيه عم تتسلي. إيه تسلي. أبشروا أبشروا، لقد ولد نجم جديد في عالم الكتابة. مين يا تكلي؟ المدعو شكسبير. شكسبير؟ اي نعم. شو يعني دولاب سبير؟ كلا يا جاهل، شكسبير هناك في انجلترا كاتب عظيم اسمه شكسبير. وفي لبنان ولد الكاتب الجديد العظيم شكسبير. حلو. اي حضرتي شو كاتب يا تيت كلين؟ كاتب قصة عنوانها الموظف والمرابي. ابعد هذا الدخان عني. ممكن تسمعنا يا سيد تكلي القصة؟ بكل احترام وجدارة، سكوت. ما حدا عم يحكي. وفوق السكوت سكوت. سكوت. أتسمحون لي أن أقرأ هذه القصة؟ تفضل. شكرا. الفصل الأول. تفتح الستارة على المشهد. عندك شو عم تعملي؟ بدي افتح الباب.
لك يا بنتي كيف بتفتحي الباب هيك؟ كيف بتفتحي؟ طيب شو لازم اعمل؟ يا بنتي باول شيء لازم نعرف مين اللي عم يدق الباب. هيدا ابو سليم. وشو عرفك ابو سليم؟ لانه هيدا وقته. وقته؟ بدي هيك. بدي اقول لك. مين اللي عم يدق الباب؟ انا ابو سليم. ابو سليم مين؟ ابو سليم الموظف اللي عندي. وشو بيثبت لي انك ابو سليم؟ ما بتعرف صوتي يا شكري. معك بطاقة الهوية؟ نعم معي خمسة جديدة. زدت لي اياها من تحت الباب. يا بابا ليش عم تعمل هيك؟ يحرمية كتار وبيغيروا أصواتهم والأصوات بتتشابه. ما كني دع الباب دغري تفتحي له باب. حاضر. الاسم والشهرة أبو سليم الطبن، اسم الأب دف، اسم الأم طبلية. من قرية حرش البلان الإقامة. مزبوط. امسكي لعلك. تفضل يا ابو سليم. لك يا سيد شكرا. ما خلصنا بقى. صري هلا على هالحاله 3 اشهر كل ما بيجي لعندك بدق الباب بتقلي مرق لي التذكره. محلك تعرف صوتك؟ لا محلي اعرف صوتك والاصوات بتتشبه. فهمت؟ قلب لهون قلب لهون لك. يا سلام. لك يسعدني هالصبيح. انت يسعدني هالصبيح. ابو سليم شو عم تعمل انت؟ عم شو؟ عم الدبب. انت شغلك هون. ايه مزبوط. وانت فوتي لجوا. فوتي لجوا. جوا. ايه جوا. جوا جوا. منعم. عفوا. افتكرت بدك شاي يعني. لا ما بدي شيء. بدك تقلي ليش حضرتك جاي معوق اليوم على الشغل؟ ها؟ الحقيقة يا سيد شكري اليوم قللت عقلي وجيت بالسيرفيس. ليش انت بالعادات كيف بتجي؟ بجي مشي. تجي مشي؟ بجي مشي وبوصل قبل على الوقت. وبتوصل قبل. ايه. ولأنك جيت متأخر مخصوم عليك 7 أيام. أنا عارف. فهمت؟ لك يا سيد شكرا صرت خاصم علي الشهر اللي جاي 5 أيام. كيف بدنا نشتغل معك؟ بتشتغل الشهر اللي بعده حتى تقبض. امسك عود هون. عود شوف لي شو في حسابات. رجع لي اياهم. شوف لي يلي قلنا معهم سندات امتين بدنا نقبضهم. تواريخهم. اشتغل اشتغل باكلاتك بس. اخ هيدا بينشغل عنده هيدا. شكري شكرا الله. ولك لو الو. نعم. ايه نعم انا ابو سليم الموظف عند السيد شكرا. ايه انت سليم؟ شو في يا سليم؟ حش تعيط لك. ليش عم تعيط؟ روح كيب الرواية. ايه ولا خي بياخد 75% ولا 100%؟ ما اتفقت انت وياه؟ هيدا هاك بياخد يا 70 يا 75 يا 100%. هذا واحد ما بيخاف الله. لا تتعاونوا معه يا عم. ما في غير بيحكوا لك يا اهلا يا اهلا. عن اذنك لحظه يا خي. مع السلامه. كيفك يا حبيبي؟ كيفك يا ملاكي؟ ولك اخ ولك اخ. هذا ابوك لا بينحمل لا بالطالع ولا بالنازل. قال لو ليكي يا ملاكي ما بقعد ساعة واحدة عند هذا اللي اسمه أبيكي. طيب هلأ إلي مع مين كنت عم تحكي؟ عم بحكي مع زبون معتر مسكين. أبوكي الله يساعدك على أبوكي ويساعد الناس على 75% عم ياخد منه ومسكين ما عارف إنهم بده يأمن المبلغ. بس ما بصير هالحكي يا أبو سليم. إيه معك حق. أخ شو بدي أعمل؟ قولك شو بدي أعمل؟ يعني بتفتكري إنه أنا كنت بقبل بهالذل وبهالتعتير وبهالشي اللي أنا عم يصير فيها؟ لو ليكي ما أنت بقى الله هيك بيسعدنا وبيجمعنا بات واحد إن شاء الله. يا رب يا رب. ليكا. نعم. بدي أسألك سؤال. ليش بس شوفك انا ما بعرف قلبي من جوا بصير يخبط ويلبط بتصب ببيت السياره ويصير هاك 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 يعمل؟ صحيح يا ابو سليم. ايه ما بتصدقها. تعال من هون. تعال هاتي ايدك حطيها. سامحه؟ لا ماني سامحه شي. ما سامحه شي. حطي اذنك بتسمعي اكثر. اسمعي. طب 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 سامعة يا روحي؟ طب 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 طب. لا كيف لا؟ ما سامعة شي. كيف منك سامعة؟ قلبي عم يعمل توك 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 قول ما سامعة. يا بيا يا بيا يا بيا. كمان مني سامعة شي. لا سامعة انت بس عم تقليلي بابا. اخ
بابا ولك تركينا من بابا ومن ماما هالليل، خلينا بهالساعة الجميلة اللي بنتظرها بالنطرة. اسمعي يا حياتي، حطي قلبك، حطي ايدك على قلبي، حطي ايه سامعة يا روحي يا حياتي. أنت هناك أنا وياكي بيجمعنا بيت واحد وبي 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 شو طلع لك شويري؟ الشوارب يا حليل الحياة والوفا والإخلاص. وين رحت؟ عجهنم الحمراء اللي تحرق. بس يا سيد شكلي لا تسيء الظن فيا. أي ظن؟ أنا بدي أعرف شو قصدك بهالأعمال اللي عم تعملها؟ شو قصدك أنت؟ أنا قصدي شريف يا شكلي. قصدك شريف؟ إيه هيك. هيدا كله قصدك شريف؟ يعني توافق بقى أنت وتتكرم وتتعطف هيك وتخطبنا لبعضنا لأنه نحن منحب بعضنا وأنت ما بتكون غلطان. قصدك شريف؟ ما قلت لي شو بيقربك شريف اللص؟ مين هو هيدا شريف اللص؟ ما بعرفه. ما بتعرفه؟ لا. أنا حعرفك عليه. إيه؟ شايف الباب؟ إيه لابورت؟ لابورت. شو وقف عند البورت؟ وقف عنده؟ شو بدي أعمل لك؟ بتفتح الباب وبتاخده بوشك على طول، أنت مطرود، بلا. شو مطرود يا سيد شكرا؟ أنا فيني أنطرد من هالبيت وكل شيء عندي إياه بالدنيا موجود بهالبيت. قلت لك مطرود يعني مطرود بلا. ما بيصير يا شكرا، مطرود مطرود برا. أنا إلي عندك عم بشتغل 3 سنين، لا تدخلني بضمان اجتماعي ولا بضمان صحة ولا بتعطيني معاشات ولا بتعطيني إجازات سنوية، وكلياتها أنا قاعد هون بس كرمال. كرمال حياتي وروحها. لا كرمال ولا ما كرمال، إلك معي وما بدي أعطيك، في محاكم، روح تشكى. روح تشكى؟ لا روح تشكى علي، تعرفني. هلا في محاكم، لك بشكيك لالله أنا. شكرا. بابا، يا بابا أبو سليم مش قصده هيك. مش قصده. آخ قلبي، قلبي يا بنتي. شو بقلبك يا بابا؟ ما شبه شيء، ما تخوفي على قلبي. أنا مركب قلب بلاستيك. يا بنتي. طيب وين راح هلا أبو سليم؟ على جهنم، قلبي لهان. قولي لي، شو في بينك وبينه؟ أنا وأبو سليم. أنت وأبو سليم. ما في شي يا بابا، بس أنا كرمالك يا بابا أبو سليم شاب مهذب ومخلص كتير إلك. كرمالي بتعملي هيك؟ وما تنسى إنه ماسك لك كل حساباتك. الباب الباب الباب، 100 موظف بيجي غيره. الباب حاضر. وين رايحة؟ بدي أفتح الباب. لك كيف بتفتحي بدون ما أسأله عن اسمه؟ مين اللي عم يخبط على الباب؟ أسعد مين؟ أسعد النعشان. أسعد النعشان؟ وشو جاي تعمل هلا؟ عايزة امي بطاقة لقلي. بطاقة؟ ايه. بطاقة شو يا ابني؟ بطاقة من واحد من خصيصة. على كل، ابعث لي بطاقة هويتك من تحت الباب حتى تثبت لي شخصيتك. ما معي بطاقة هوية. ايه روح على البيت جيبها وبعدين هدي. فوتي جوا انت. لا معي دفتر صلاح بيمشي الحال. ايه بيمشي الحال، زدته من تحت الباب. تحت الباب؟ ايه. نعم؟ ايه ايه. بعدي بعدي بابي بعدي أنا بجيبه. يلا عنك وعنك عنك. اقرأ اقرأ اقرأ. أسعد النعسين من ضيعة حرش البلين. أسعد ما غيره ما افتحي له هلا عرفته. أوفري لابورت. حضرتك شكري شكرا الله. انت ما فيك نظر؟ مبلي. ايه حضرته شكري شكرا الله. حضرته شكري شكرا الله. وصلا. قلي. نعم. شو بتحب تشرب؟ قهوة؟ بارد؟ شاي؟ يلي بتجيبي من ايدك مقبول. ما بيشرب شيء. ما تجيبي جوا انت على البيت. جوا جوا. عود. إذا كانت بنت عم تشتغل عندك صرعة ضروري تعيط عليها مع بلاك. ومين قال لك إنه البنت صرعة؟ لكن مين إياه؟ هيدي بتكون بنتي. بنتي؟ فمن؟ يا ضيعانة فيك. روحة روحة جيبي لي اللي بدك إياه. الله يفرحك فيا. قلت لك جوا جوا. ريتك تضربي. قرب لها قرب. أنت لشو جاي لعندي؟ إيه مشان شو جاي لعندك انا يا سيد شكرا؟ ما بعرف، بجيب لك كمبيوتر مشان اعرف. ايه 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 تذكرت. شيك سيد شكرا. هيدا دفتر سويقته. ما هيدا شفتني وين حطيت الكارت؟ اي كارت؟ يلي جايب لك احوال احوالها. انا بعرف. ها تفضل. حزورة كمان؟ نعم. ان ان يا ابني ان 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 ان
هو اللي بعتني لعندك قال لي هذا بهيم ما بيعرف لا يقرا ولا يكتب. هو قال لك عندي ها؟ نعم. هو بيعرفني. حامل هذه البطاقة طاقة، أرجو أن تفتح له طاقة. شو يعني يا ابني طاقة بطاقة؟ طاقة يعني شباك، أنت افتح لي شباك ووظفني عندك وخذ أحسن شغل. هلا جاي تتوجه؟ نعم. بدنا نشوف بس مين بيعد الكارت. المرسل الأستاذ عادل حلاوي. على روسي، اعتبر حالك موظف. إيه ممنونك. أرجو الاهتمام بالسيد أسعد السعدان. نعسان. يا ابني سعدان نعسان كله ماشي الحال. على كل يا ابني هالكارت خلي معك. ممنونك. واعتبر حالك شبه موظف. لا 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 قل لي ما شبه موظف، وموظف قداش بدك تعطيني بالشهر؟ قبل الشهر انت شو بتشتغل يا ابني؟ كل شيء كل شيء. شو كل شيء يعني؟ شو كل شيء يعني؟ شو ما بتشغلنا بشتغل. انا ما بدي منك الا تعمل لي حسابات وبس. انا الحسابات كلها. حلو. تعمل حسابات. انا بعمل حسابات دوبيه بس بكتب ما بعرف اقرا. كيف؟ أنا بكتب ما بعرف أقرأ. بتكتب وما بتعرف تقرأ؟ لا. طيب اللي بتكتبه ما بتعرف تقرأ؟ لا. كيف هذا معقولة في إنسان هيك؟ أنا هيك. طيب أنت هيك، أنا موافق. هو أحسن ما ينقل الأسرار خلاه يكتبها. ماشي الحال، موافق أنا موافق. أسرار شو؟ ما ماشي ماشي المحسابات يعني، أنا بسميها أسرار. نعم. ما بتعرف تقرأها أبداً. عود اعتبر حالك شبه موظف، بس قبل كل شيء يا ابني بدي أعمل عليك تيست. شو تيست صاحبي؟ أنا بيي ما قال لي تاس، أنت بتقلي تاس؟ عب عليك يا زلمة. قلت لك تاس. بيرجع بيقول تاس حضبك ضرب جيب خبرك. ها لك يا أسعد تاس يعني تجربة. تجربة هلا تاس تجربة؟ معلوم بدي جربة. ايه طيس هاك وجربنا. هدي بحوت. ايه هدي بحوت. قبل كل شيء معاشك الشهري يا أسعد 15,000 ليرة. منيح؟ 15؟ ايه. يلا هاك هاك ماني عم اشتغل. بس وينك؟ مع الإقامة يعني الأكل والشرب والمنيمة. كرمني شوية. كرمك؟ يلا بلا ترويقه. كمان شوي. بلا الغداء. كمان شوي. بلا العشاء. كمان شوي. غديك أنت؟ اتفق. يلا خلص. اعتبر حالك موظف 100%. توظفت. شئن لك ريون دي ان لاتيت. نعم؟ شئن لك ريون دي ان لاتيت. شو هذا كريون؟ قولك يا ابني يعني مساك القلم بايدك. شو عم تحكي؟ انا عم احكي معك فرنساوي. فرنساوي؟ نعم. هذا فرنساوي؟ كنت قلي حكيني فرنساوي، كنت بعري قلي عم حكيك فرنساوي. شئن لك ريون. نعم. نعم. سؤال بالجمع. بالجمع. خمسة. خمسة. زائد. زائد. خمسة. خمسة. اجمعهم. ها. فعير خلا يتوظف يلا. خمسة زائد خمسة. 11. يا ابني اطلع فيني. ما تجنني. منها معقولة تم علي هيك شغلة ابدا. طلع فيني. خمسة زائد خمسة. شو بيصيروا؟ اجمعهم. عم تنقلني يا شكرة. هلا مين عم نقلك؟ طلع فيني. خمسة زائد خمسة. خمسة زائد خمسة. اجمعهم ببعضهم. 11. لك يا ابني ما تجنني. كيف صوروا 11؟ معقولة خمسة زائد خمسة بصيروا 11؟ شوفوا خمسة وخمسة 10 والشحط واحد 11. ما فهمت شيء، فهمني. خمسة وخمسة 10 والشحط واحد 11. هلا الشحط هاك ما واحد؟ مزبوط. شو معني هاك من واحد؟ هلا انت الشحط هيك بتحسبه؟ لك يا لطيف يا شكري شو راح عليك شحوطه؟ اسعد نعم. اعتبر حالك موظف من هلا ورويح. في جيب لك دفتر الحسابات. يلا بسرعه حبيب قلبي. يلا. ايه عش صرت منيح يا اسعد. وراك مكتب يا بيا. ايه نعم. انت شو عم تعمل هون؟ انا الموظف الجديد يا ابني. ما حدا نصحك، ما حدا ارشدك، ما حدا قال لك شو جاي تعمل بهالبيت هون؟ لا ما حدا قال لي شيء. ما حدا قال لك شيء؟ ما هذا البيت مسكون. مسكون بعرفه مسكون. ما شكرا وبنتها وساكنينها وهلا انا جديد. لك لا لكن هذا مسكون بالارواح الشريره والعفاريت. ما الموظف اللي كان قبل منك هون هذا ايه؟ بخصنا. يه انا هلا جاي اشوف شكرا بركي بيدفع له كام ليره وحطيناه بالمستشفى. قاعد بمستشفى الامراض العاليه. يي يي صقوا عقلاته مسكين بيكون قاعد هون ما بيلاقي الا هالمكتب طليع.
وهيدي مشيت والتلفون صار يطلع وينزل وهيدي صارت تطلع وهيدي صارت تنزل عرفت كيف؟ بقى انا بدي فاهمك وقل لك يعني وانزرك عرفت كيف؟ عن شو بدك تدلع عفاريت عم تقول عفاريت عفاريت انتبه ها انا بدك انا انا ما بدي اتشغلك العفاريت انا بدي اسكن مع عفاريت لا يا خيالا انا ما 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 شبيك امسيك يا ولدي شو بدي امسيك اعمل لي الحسابات وما تنسيلي الشحوطة ابدا لا 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 انا بطلت ما بدي هالشغلة كلها الله يرضى عليك شو بطلت ما بطلت هسه ما بلشت حتى تبطي قولوا لي في عندك هون عفريت البات مسكوت لا يا خيالة حتجنني معك شو بدي جنينك مبين عقلك صغير على قدك انت ما تقول صغير كبير ما اختلفنا بس انت الزهر بتخاف ما تقول لي ما بتخاف مين ما بيخاف من العفريت شوف يا ابني يا اسعد انا لما كنت صغير قدك كنت خاف كتير من العفريت ها في عندي جدي الله يرحمه اصغر مني جدك اصغر مني ايه هذا جدي من امي ايه عطوني كلام سحري كنت بس قوله يطفش العفريت حافظني هو اسعد بس تحس انه في عفريت هون بالاوضه دغري على طول تعمل هيك هر 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 فاتوها ما فاتوها بيت بات واكسان سي كونفليت بيطفشوا كل العفريت وهيدي ضروريه معلوم ضروريه هر 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 ايوه هر هر ايوه سر سر كرو كرو درو درو جرو جرو ورو ورو عمالك ما تلخبط بكلام السحر ما تلخبط ما بيسوى اها يا ابني قول مثل ما بقول هلو 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 فاتوها ما فاتوها بيت باتو اكسانسي كومبلكس انتهينا حفظت انا عود دكتور ايه يلا حفظت شو بدي من هالعلقة انا بعرف عفريت وان هدي ايه هون السيد شوفي ضربوني العفريت لا لا ما بعد ما بعد ما بعد العفريت ضربوني هلا اجوا العفريت اجوا لعندها وقلت لهم هذا الكلام السحري اللي قلت لي هو قلت لهم كلام سحري قلت لهم هرو هرو كرو كرو انا قلت لهم كيت ميت بط ام بطني على راسي لما قلت بط ضربها لكان في غلط الظهر البط هي الغلط شوف يا ابني قول كل الكلام السحري وبلا البط بلا البط بلا البط طيب قول من الاول بلا البط شو بعرفني بهالشغله انا يقول بلا البط هرو 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 فاتوها ما فاتوها كيت ميت لا بلا البط يا ذكرى لك يا ابني ما في غير صوتك طالع بالبنية شو القصة يا ذكرى ضربونا ضربونا العفريت يا ذكرى شو قلت له قلت له انا هرو هرو قلت له كمان بلا البط ام بطنا قلت له بلا البط قلت له قولك يا مضروب قلت له بلا البط ما قلت بط وخلاص قلت لك ما تقول بط بلا البط ما تقولها ما تلفظها ما بقولها ما تقولها ريتك قولي عود اكتب اعمل لي الشروطة صرفني عم اهلك علي وانا الدفتر بالقلب انا بعرف فاتوها ما فاتوها جيت ميت هلو هلو ناطرنا ناطرنا هلو 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 فاتوها ما فاتوها جيت ميت
فكرني حقله بط. يا أما يا شكيلة قلت له بعد قام ضرب لك يا ابني انت عجبني الكلام السحري لا يمكن انه يخطئ كيف عم يضرب ضربنا انت عم تقول الكلام غلط يا ابني خذ وقتي قوله مثل ما انا بقوله انتبه على حركاتي الحركة قبل كل شيء هر فاتوها ما فاتوها بيت بط شكرا سمعت اللي انا سمعته انا ما سمعت انا حسيت شفاعتك لا لطيف مش معقول ابدا يعني كلامك مزبوط معلوم مزبوط اشهد شباك قول هيدي شغله ما انا مزبوطه شو هي هيدا كلام السحر اللي قلت لك اياك تجليد ليه تجليد مشان بس تقعد بالمحل وتعمل لي حسابات بالمكتب اشهد شباك هلا عرفت صحيح تصرف يلا يا أما يا سيد شكرة مين تفضوا مين تفضوا مين تفضوا لا فريد تفيد الضب يا سيد شكرة هاي داو تربوش على عيونك شكرا ها ايه صحيح يا أما يا أما ما تخاف هذا الشغيل اللي قبلك ابو سليم هذا هو اللي قال لي البات مسكون هذا هر هر الحقيقه يا عم انا بعرفك شاب هر هر انت بتعرفني شاب هر هر انا بشتغل عند هالصف فاتوها ما فاتوها كيف ميت بط ولا لابط لعبتك بط هر هر لك اسكت لك لطفه على فهمك ما بقى يسكت لا خيي انا بعرفك شا لا بتعرفني شا لا في طور بيني وبينك شا لا انا بشتغل عند هالظالم هذا اللي شايفه قدامك ايه؟ انا بحب بنته وهي بتحبنا ثلاث سنين وما عنده غيره بدل ما يفرح فيها ويقول بكره بيجي اولاد بيحطهم على حضنا وبيعملوا بيبي بيحضها وبينبسط وبيشوف انه صار عنده اولاد لا كيف ما بده يجوزها ولا بده يشوف لا عريس ويشوف اولاد انا بدي كذب ما تصدق كذب بنته ايه وهي بتحبك كمان لا انا بحبها وهي بتحبنا الله يرضى عليك بركي بتحكي لك شي كلمه معه وهذا الاخوه مكان حدا يقدر يقنع وبدني كله ما تخاف انا اللي هحكي لك انت اللي بتحبه ايه اشعد لك يا سيد شكره سيد شكره اشعد بدك تصدقه يا اشعد ايش ما بدي صدقه كذب كذب كل كلمه ما في كذب ما قال لي بيحبه كذب وهي بتحبه ابدا اطلب له البوليس شكرا اقطع واصل الو بابا ما بدي لك شيء شو بدك تقولي؟ بدي اقول لك انه انا وابو سليم بنحب بعض. ابو سليم بتحب بعض؟ نزلتك انا ما عندي بنات تحب فهمتي ولا لا؟ فوتي لجوا. ليش يا سيد شكري ما عندك بنات تحب؟ لا ما يغزل عان عنا اموره وصارت بنت حلوه وكويسه، ليش ما بتجوزها وبتفرح فيها وبتشوف اولادها؟ مين عندك غيري؟ اخ ولا بدك الجمعيات الخيريه تورتك بكره؟ لك اي جمعيات يا بنتي فهميني، فهميني ارجوك ابو سليم ما بيحبك، ابو سليم طمعان بمصرياتي، بده مصرياتي انا غلطان يا بابا اسمعوا يا امة الله انا طمعان بمصرياته ليش انت معك مصريات يا سيد شكرا؟ ما انت ابخل واحد بهالدنيا بدي اشوف عمرك شكرا شكرا اوعى تمد ايدك على ابو سليم بيجيب لك البوليس وبيحطك بالحبس وبيتجوز بنتك بالقوه لكن شو بدي احمل يا اشعار خدوا من ايده على البوليس تمام ابو سليم بدي مع البوليس اذا ما جوزتني انا وابو سليم قررنا نعمل مثل ما عمل روميو وجولييت اشعار شبه شو عمل روميو وجولييت بس وشو كمان بس ما تكفي عبي لهان قولي لي شو عمل روميو وجولييت حبوا بعضهم وبعدين اهلهم رفضوا يعطوهم لبعضهم وبعدين ايمو انتحروا بس انتحروا انتحروا الله لا يردكم سكر طيب واحد اثنين ثلاثة أبو سليم إلنا ثلاثة ونص روح يا حبيبي شو جلستك ما تغيش حرام الغيش يلا رح انتحر لوحدي واحد ما في يجي لا
بدك تموتي كده هالكركوبة أبو سليم؟ ما عيب يا بنتي، هذا شيء حاب كثير. معقولة؟ معقولة يا بنتي تموتي فدا أبو سليم؟ يا بنتي الناس ما بتموت فدا الحب، الناس بتموت فدا الأوطان. بنتي ما تفيد أبو سليم، تضربي أنت وأبو سليم. روح يا أبو سليم، شكا شكيتك لا الله يستفل فيك، إن شاء الله أنت تركض والرغيف يركض إليه يا رب. هذا أبو سليم ما حبيته وما بدي أعطي البنات، شو بدي أعمل؟ أعطيني إياها إله. ولا إذا هو نص مصيبة أنت مليون مصيبة. مش هيك لك، أنا عندي قرار حطيته بروسي. أي شو؟ أنا يا أسعد قررت انتحر، ولما بنتحر شو بيصير؟ أنا بموت لا سمح الله. شو بتعمل أنت؟ بتروح بتجيب البوليس وبتقلن أبو سليم حط السم لشكلي وموته. وهالطريقة أبو سليم ما بيتزوج البنات، بيروح على الحبس. وأنت بتموت وهو بيروح على الحبس، بتفضل لي لألا. ايه ماشي يا عم احكي. يلا بس انت حال خطيه يا شكرا. انا عارف خطيه بس بنكير يا ابو سليم. يلا يلا. واحد اثنين اثنين ونص ثلاثه. شو بدي منك؟ انا لا انتحر معك، الله يوفقك انتحر لوحدي. شو دخلنا انت اعطتني ايه؟ سامحني يا اسعد سامحني. لا يا شكرا حرام، الله لا تنتحر، لا تنتحر يا شكرا، انت حال خطيه. الله لا يوفقك يا شكرا، يا تعديرك يا شكرا، الله لا يرحمك يا شكرا. شو حاسس يا شكرا؟ شو حاسس يا شكرا؟ ما المشكلة؟ أنا ما بحس، ما عندي إحساس. ما متت؟ لا شهاد إسا ما متت. بدي أسألك هلأ، إذا واحد شرب نتفة سم قدا بده ليرحل؟ ليرحل بس يستقر ببطنه وبيرحل. لك ما يكون هالسم فاسد. فاسد؟ معلوم ما صار شيء. شو أجدب أنت؟ نحن عنا أدوية فاسدة مش سم فاسد. يا شبك لحد لحد رحمة الله عليك يا أسعد لحد. شو شو؟ فريت ها؟ ولك هذا ليمونادو. ليمونادو بدهم ينتحروا بالليمونادو. أسعد شبك؟ هلا هيك طعمة الليمونادة؟ الله لا يوفقك، وما بتعرف كمان طعمة الليمونادة؟ بسمع عنا كثير بالكتب وبالجغرافيا بالتاريخ. طعمة الليمونادة. أبو سليم بكون تنتحر أنت وبنتي بالليمونادة، بدك تغشني؟ يا حقيقة يا سيد شكرا، نحن عاملين مسحة بس لحتى بركي برق قلبك علينا وبتوافق على زواجنا. أكيد صدق. إيه أنا بعرفك يا أبو سليم إنسان شريف وآدمي. الله يطول لي عمري. وأنا مربيك. أنت بتحب لبنتي بصدق؟ والله يا عمي شكرا، كل ذرة في من إحساساتي بتحب لبنتي. تضرب أنت والذرة ما تجيب سيرتها، خربت العالم الذرة. بلا ذرة. إيه بلا. وقلبي. قلبي. 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 بحبها. إيه قلبي بحبك. إيه. وأنت بعبي أبو سليم بحبك؟ كثير. إيه إيه إيه. ولما أنت هي. هي. أبو سليم بحبك. بيموت فيي. ولك تضرب انت، قول ياس او نو. ياس الياس. ولك ما انت هي. لك اسكت يا اسعد، خليها تحكي بقى. كثير يا بابا. كثير يا بابا. طب ادمك اللي تحيا ابو سليم. انا موافق، مبروك. لك تسلم لي يا عمي شكرا. وانا يا سيد شكرا. وانا انت بتساعد صهري ابو سليم بالحسابات. وعاشوا بسبات ونبات وخلفوا صبيانا وبنات. بس يا سيد ثقلي، هيدي القصة مسروقة. كيف مسروقة؟ لا هيدي سكس كنا نعمله بالمدرسة لما كنا أولاد صغار. لا لا هيدا غير شيء، أنت غلطان بيكون من معقولة. هذا هو تبع رمزي البخيل. رمزي البخيل ما غيره. أيوة بعرفه، هيدا ما اسمه رمزي البخيل، هيدي المسرحية اسمه المرابي والموظف. يا خي هلأ بلا هالفصل، هلأ كل واحد بيقدم تمثيليته والمسرحية اللي هو عم يكتبه. هلأ سمعنا تمثيليتك ومسرحيتك، هلأ بتسمعوا مسرحيتي أنا اللي عم ألفها وأكتبها. تفضل. هيدي بتقول يا سيدنا تمثيلية اجتماعية. حلو. بتحكي عن الحياة الزوجية. هلو. شو رأيكم بالحياة الزوجية؟ طمّنا أنتم يعني. أيوة. يا سيدي انتو
بتسمعوا وين عجبتكم بتوافقوا عليه ومن عجبتكم بلاها مثل ما غيره بلاها. اتفضل احكي. بتفتح الستارة على اخري. قلت لك لا، كلمتي انا اللي بدها تمشي بالبيت وبعد. ما حدا قال لا، بس انا كمان لي كلمه. ولا لبق كلمه ما قلت، كلمتي اللي بدها تمشي. انا قلت لا يعني لا. غيري قلبي عليكي، تاخرت كثير. ما ليه؟ عجقت سير. عجقت سير؟ امتى بقى بدنا نخلص من هالاجتماعات اللي عم نسرقها سوا؟ امتى اللي حيهوينا بيت ونعيش تحت سقف ناكل سوا نشرب سوا يا حياتي ونسهر سوا؟ كذب وستين كذب. انا امتى اللي تاخرت عليك فيه؟ مليون كذب. ويني 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 فضلت الطباط؟ ويني؟ ما بعرف. لك كيف ما بتعرفي؟ انا طلعت حطيتها تحت التخت وطلعت البلده. ايش حضرتك وين حاططها؟ وين حاططها؟ بلمت محل ما حاططها، ما لقيت الوحي بليميني عليه. ما رح شوف. شوف حضرتك انت وين شلحها. عم اقول لك بليميني على الفرده احسن ما اعمل مثل ما بدي اضل. يه شو هيدي؟ شريف شو هيدي؟ هيك عملت ستي؟ هيك عملت ستي لي فرده الطباط؟ انا بدي وقفك. شو هيدا؟ هذا يا حياتي اللي بيتزوجوا بدون حب بدون تفاهم هيك بتصير نهايتهم، خناق وعياط. نحن ما رح نتزوج الا ما نفهم اخلاق بعضنا منيح. ولا نحن بدون ما نتفاهم متفاهمين يا حياتي. شو بتحبي تشرب؟ انت شو بتحب تشرب؟ انا حابب اشرب ليمونادا. وانا كمان ليمونادا. يا ست يا احليك يا ما احليك، بدي سميكي ست مطيعة. ولا شو رأيك نروح على المطعم نتعشى؟ مثل ما بتحب نتعشى برا. بدك تسلمي لي شو مطيعة؟ ليلاي؟ نعم. قومي نتمشى أو على المطعم دغري نتعشى. لك يا حضلة يا زوجتي. ونعامي وين الأكل؟ صلي ساعة بطل الأكل. وين الأكل؟ ها؟ علقتيني زي على الغداء. جيبي الأكل. ايه تفضل تفضل. هاي الأكل. فاضي؟ الحوم فاضي؟ والله اللي جبت لي إياه عم طعميك منه. يعني عم تطعميني هوا؟ أنت قلتها. آه وهذا اللي بيدك تهدي؟ شو؟ وهذا اللي بيدك تربيت تهدي؟ ما في شيء ما في شيء. هات اللي طفت تهدي. يا عمي هيدي اسوارة، هيدي هديتني اياها المرحومة امي يوم عرسي، تتذكر؟ ايوه بتذكر. ايه رايته مكان هيداك النهار. والله والله عم تتصدمي هيداك النهار لما كانت امك بدها تعطيكي لهذا اللي اسمه منين الطنبلطي. فشرت فتلت. لو اخذتي منين الطنبلطي كنت صرتي هلا انت وامك فضي. ايه روح شوف منير الطنبرجي كيف صار. روح شوف. كل الناس بتحلف وحياته صار في عنده عمارات. أيوة. وسيارات. أيوة. وما في غير أنا، بس أنا الحق علي اللي حبيتك وركضت وراك. يقطع الحب ويقطع ساعته. هو عذيبي سيلة الحب عن سينك. عم تسب الحب؟ أنا أبتك بدي فكة. فهمت شو عم أحكي؟ عم تسب الحب وابتعلي. شو بتشربي يا ملاك؟ اللي بتشربه انت. لك يسلم لي هالصوت. جرسون. Thank you.
تأخرت. ولك يا أهلا يا أهلا يا أهلا، ليش تأخرتي يا حياتي؟ نطرتك كتير؟ ولك لو انطرت الدهر كله ما بمل، بس شوفها لعيوني الحلوة. كذب؟ مين قال كذب؟ أنت يا حيجمعنا بيت واحد تحت سقف واحد، حاجة كل ما بدنا نظهر من البيت أمك من مال وخيك من مال وأبوك من مال، شو؟ لا تطولوا لا تتأخروا. لك شو يا حياتي اللي احنا ولاد صغار؟ طب ما أنت شد الهم شوي. ما كل الحق على أمك؟ شو بدها شقة وبدها غرفة نوم وبدها غرفة صفرة وصالون وفيديو وتلفزيون؟ معقولة بهالوقت يا حياتي؟ أنت ما تعطي الهم، أنا بكفيني أنت وبس. لك يا حياتي أنت. ولك يا ظالمة يا ظالمة، إلي أسبوع عم قلنا خذي هالبنطلون طبيلي هو طبيلي هو، بتخليني هيك روح فيه بالشغل؟ كيف بدي أطلب لك هو إذا ما في عندي لا خيط ولا إبرة؟ يا ها يا ناس يا عالم اسمعوا، بيت مثل ما هو ما في خيط وإبرة. ولك أخ ولك أخ ولك، ليش صرنا هيك؟ ليش صرنا هيك؟ كنا أحباب صرنا كأننا أعداء. ولو قول لحالك هالكلام يلي ما في يوم سمعتك كلمة حلوة. أنا ما سمعتك كلمة حلوة؟ نسيت الأيام اللي كنت غديكي قصايد ولك عشيكي أشعار، تنسيهم كلهم هودي؟ سأل حالك وين صار الحب؟ وين الحنان؟ وين الكلمة الحلوة؟ ولك وين أيام زمان؟ يوم اللي كنت وقف على شباك بيتنا تحت الشتي واقف وناطرني تطل من الشباك تتبعت لي بوسي من الهوى. كنت بهيم؟ وين المعاش؟ وين المعاش؟ أي معاش؟ بقيت المعاش اللي معك؟ ادفعتوا نص مدرسة للولاد. ما بفهمها؟ هل بقيت المعاش أحسن لك؟ أي عمل لك هذا؟ ما معي مصاري. ما معك؟ لا ما معك. أولك شو هيدا؟ هيدا يا حياتي اللي بيتجوز بدون حب وبدون تفاهم. معك حق، هيك بتصير آخرتهم. معك حق، نحن مش رح نتجوز إلا ما نكون متفاهمين على كل شيء. مش معقول. لا لا ما بقى فيي اسمع ولا شيء ابدا. يا حياتي بتحبي نروح نتغدى بالمطعم؟ ولا شو المطعم؟ ناكل ساندويتش. لا 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 لا، ما بصير الا بدنا نروح ناكل بالمطعم، وهونيك بتفتح نفسك يا حياتي. وبقدر اعرف لشو هالاسراف؟ اي اسراف؟ هيدا ما اسمه اسراف يا تقبرين، هيدا اسمه حب واحترام وتقدير. تفضلي يا روحي. صحيح مثل ما قال عنتر، لا تتجوز المرأة إلا والعصا بجهازها. شو هذا؟ وداعا يا أسعد، عرفت متأخرة كتير إنه الحياة كلها كذبة، ما فيها غير الكذب والقهر والخداع. أكبر كذبة عرفتها هي الحب، الحب يلي انت بتحكي عنه. ودهان يا اسعد، ودهان، ولن تراني الى الابد. ليلى ليلى يا ليلى يا اغلى حبيبه على الله يا ليلى، بتعودي قريبة على يا ليلى يا أغلى حبيبة. عم يبرم وبده يتم يبرم
بين الكذب والصدق والكره والحب والعطف والحنان. وابرم يا دولاب العمر ابرم، وناس عم توصل ناس، والكذب والصدق والإخلاص والمحبة بصراع دائم إلى الأبد. وهاك الحياة من يوم ما خلقت الدنيا لهلأ، والمشاكل قايمة، والحياة يوم بصل ويوم حس ويوم خس ويوم فجل. معك حق قصتك، يعني ماشي باشي، بس انا قصتي بتضحك اكتر ما هي مزبوط. هيدي قصتك كويس حلو، بس انا يا ابو سليم بدي سمعك قصتي. وكم صفحة كاتب قصتي؟ انا كاتب القصة تقريبا 435 صفحة. اوف، لشو بدنا نمثلها على شهر هالتمثيلية؟ يا سيدي منقتطلها منقتل منها منقصر منها، معقولة 450 صفحة دا يكتب مسرحيات؟ هلا انت اسمع وبعدين احكم. ايه وقفت اشوف يا فهمان، خلص الوقت هلا. طيب خليها لجمعة الجاية، أول قصة منبلش فيها هي قصتي. مات؟ ايه روح عملنا بارتية قهوة يا أصو. على روسك. ايه يلا. ايه. ها. ايه.